مارك يومين يومين لك. بتقول لك ليش؟ بسهل البقاع زراعة اشياء حلوة اكتشفت ناس طيبين معامل شتورة زحلة تعنايل ابلياس نسيت شي؟ لا لا تمام. يومين قد ايه بيبقى كم ساعة منهم يعني؟ ما كتير يعني بس انا اعطيك شوية وقت. طب يعني يومين بس الاهم الاهم رح نبلش هلأ وقفة اوتيل ومش رح ننزل على بيروت ونرجع اوتيل هالمرة. فيك تنام هون وتقضي وقت حلو. عظيم مهتم فيك هالمرة يعني ولا كل ما تكون الحلقة فيها زراعة عادة نروح مخيم وهيك هالمرة اوتيل روح صور لوحدك. عم بقول لك عم اهتم فيك. جبت مايو؟ لا ما قلت لسه. الشنطة ونحن جاهزين. It's the first floor. It's 118. You have the breakfast between 7 and 11 in the morning. بالنسبة للهاوسكيبرز حيكون عم يقطعوا تقريبا على الساعة 6 for a turn down service. يعني بنجهز الأوضة لستيل ready for the night. نفتح منسكر البراد بنفتح البدن and everything. إذا هيدا الشيء بيزعج حضرتك بدي أعزمك إن حد ولا disturb على الباب and they will not cross. Okay, أي شيء بتعوزوا we are at your service at 0. Enjoy your stay. Thank you. هوني ام هوم. يومين بالشتورة بارك اوتيل. اوتيل عريق وكتير قديم وعطيونا الرويال سويت. يعني عم تخيل الاولاد هون عم بنطوا على الكنبيات. عم بمزح. رح اقضي نهارين كتير حلوين هون. فيو على البول باول طابق. اللاونج القعدة. ثانك يو للفواكه غير الشكل وبتشهي. القهوة. خليني افرجيكم الاوضة. بنفوت لهون. أوضة كبيرة قديمة عريقة بتذكرنا بالبيوت القديمة اللبنانية. كمان منظر كتير حلو وفيو على الأرزات. رح أفتح شبابيك على بكرة وأنبسط فيها. بتذكر أني جيت لهون من تقريبا 4-5 سنين. واو جيت قضيت ليلة كانت كتير سريعة. حمام كتير كبير. جاكوزي. هنا زيد شغلي. اسمحوا لي لكم رح احكي عن السجادات. خلينا نسأل اوضه جديده قديمه وكل هالتفاصيل لالي بهمني هالتفصيل اللي دائما برجع بردده. واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب السجاد. مش لانه سجاد لانه بيعطي دفع على الاوضه. بتخيلوا حالكم باغلبيه الاوتيلات بتقعوا من الاوتيل بتقوموا من التخت وبتدعسوا على شيء مسقع. السجاده بتعطي فرق كتير كبير وهون بهالاوضه في 3 سجادات قدام عجميه. شفت كل الاوضه بس هول اهم شيء لي. مدام خوري خلينا نقولهم مثل ما هني. الناس رح تنتظر مني اني فرجي الاوضه، اني فرجي الاكل، اني بمر على اوتيلات وبمر على اوتيلات كثير ويمكن صاروا بالمئات بالعالم، بس واحد ما بيقدر يوصل لهون وما يبلش انترفيو معك، تقول لك ليش؟ لانه انا اللي ببرم وما بعرف انه عندكم هالقد تاريخ، هالقد اوض حلوين، هالقد خشب قديم، هالقد قصص، هالقد شفتهم هلا سياسيين واشياء تاريخيه صارت هون،
ويمكن بيقطع قدام الاوتيل بيقول اوتيل مثله مثل غيره. فقصريت نقعد انا وياكي وميرسي لان قبلتي تقعدي معي تنحكي شوي عنكم عن عائلتكم عن تاريخكم. اهلا وسهلا فيك اول شيء بشتورة بارك اوتيل، وانا اتس ماي بليجر انك هون، وانا بحب لانه انت بتفرجي كل شيء حلو بلبنان، وانا على طول بقول انه الاوتيل هون شتورة بارك اوتيل هو عن جد اتس ا جام، يعني هيك مميز بالبقاع، عنده تاريخه كتير كبير، في كتير ناس من أجيال أهلنا بيعرفوه كتير منيح. أنا بحب أعرف الجيل تبعنا والأجدد عن البارك، لأنه هو من المعالم السياحية الأساسية بلبنان، لأنه مر عليه كتير تاريخ سياسي وكولتشرال كمان، لأنه كمان في فنانين وأشخاص من كل بلدان العالم اجوا مرقوا عبر الأوتيل وتركوا محل هون فيه. تاريخه ببلش أي سنة؟ أوكي، بلش الأوتيل هو قصته هن 18 رجل أعمال الكبار بلبنان اجتمعوا سنة 55، كان عندهم رؤية كتير حلوة للبنان، وكانوا مؤمنين بلبنان وبالGolden Years اللي رح تجي على لبنان. اجتمعوا سنة 55 وأسسوا شيء اسمه شركة الفنادق العصرية Société des Hôtels Modernes، هيدي اسم الشركة اللي بتملكها بارك أوتيل، هي Société des Hôtels Modernes. سنة 55 قرروا يستثمروا بشتورة، لأنه شتورة هي الملتقى تبع دمشق وبيروت، وبتعرف انت كانت كتير العالم تسافر بالبر، يعني من العراق ومن الاردن وهيك يلتقوا، ما زالوا على كل حال وقتها على عهد بريزيدان كاميل شمعون، اسسوا الشركه وحطوا الحجر الاساسي وافتتحوا الاوتيل سنه 1957. واكيد عاش ايام كتير كتير عز، وكرت مسبحه مثل بيقولوا الايفنتس اللي صارت بالاوتيل. حدد بلبنان سنه 60 و 62، كان المقر للمؤتمر لوزاره الخارجيه العرب، يكون المقر هون، عملوها الكونفرنس عملوها سنه 60 و 62. هون هيدا الحلف اليمين تبع اليسر كيس، هي بالمين داينينج اللي رح تشوفها تحت، حولوها لبارلمنت وحلف يمين فيها. هون عندك الكالتشرال سايد اوف ذا هوتيل، مش كله سياسي، عندك اكيد فريد الاطرش وفيروز. بقى مارق كتير عليه هالأوتيل. نحنا سنة تعرف ان ولعت الحرب بلبنان بال 75 بال 75، وصار في كتير أزع على الأوتيل، تسكرت بوابه واحتل من جهات مسلحة وتفضل الأوتيل، يعني انطفى مثل ما بقى. نحنا اجا الوالد سنة 78 كمان أخذ الشعلي إذا بدك تبع الرؤية، he was a visionary man، وكان كتير يآمن بلبنان وبازدهار لبنان. كانت الأزيف عم تنزل وهو ابن زحلي وحب يشتري الأوتيل، اشترى من 18 شير هولدر اللي هن كانوا مؤسسين، وبلش شمر عن زنوده ونفضنا كل الأوتيل. حب يعملوا يحافظ على التراث، إذا مثل ما أنت مشيت شوي شفت في عنده أنكوتي أرابيسك شرقي، بس بنفس الوقت حبينا بوقتها بتعرف كان دارج كتير، هو أوتيل طابعه كتير كلاسيكي. حتى بعدين بخبرك أنه إحنا أنا كمان رجعت رممته، بس تركت إشياء ألوين وحلوين. كله منحوت على الإيد، كل شيء بتشوفه هون. نحن جبنا إكيب من الفلبين تقريباً 40 عامل على مدة سنتين، كل الشغل هو شغل يدوي منحوت سيربلاس، كل حبي وحبي.
أمنا وحبينا كله مثل ما بتشوف التريات كلها هيدي رحنا على فينيز وقتها جبناها وصينا عليها السو حبينا نقلبه لبوتيك هوتيل مع أنه هو 75 أوضة منه صغير بيقعد على أرض 40 ألف متر عنده بيسينات ملاعب تنس ميني جولف هلأ منا فتحينه أنا رمنت رجعت الأوض لمرة تانية بال 2010 تقريباً 19 ال 75 أوضة بس حبيت كمان أضلني محافظة مثل ما شفت إذا طلعت حبيت ضلني أترك الكوتي أرباسك تبعه أنا هدفي المغترب المغترب اللي روحه معلقة بلبنان اللي بس بده يجي على لبنان بده يشم ريحة لبنان بقى أنا بدي أترك شيء بس يفوت لهون حس حاله إنه هو ببلده بقى تركت هالكوتي أرباسك الكوتي العربي إذا بدك يضل يشوفه ما كنت حابة يفوت بالأشياء اللي كتير مودرن اللي بيقدر يشوفها إن كان بأمريكا أو بفرنسا أو بأستراليا أو وين من كان تاني إذا مطلع أوتيل مثل ما هو إذا بدي كيف مقسم بين الأوض كم وحدة أوضة سويتس شو هن الفونكشن رومز الكبار كيف مقسم الأوتيل أوكي نحن هون الأوتيل 75 أوضة رومز أند سويتس ستاندرد روم لارج بيد معمول إنهاوس كل شيء كل شيء كل شيء ما غيرته قصد الألوان اللي بقى بعض الخشب حلو البراون حلو والسجادة بعرف لكم السجادة it makes a huge difference honeymoon suite for the honeymooners حلوة بابيبان حلو الألوان بتلحق بعضها ناعمة أكيد بنفتح وبنشوف الشمس والشجر برا الخشب الباركي على الأرض دايما في كنبية بالأوض very interesting royal suite لأنا ونال وثلاثة تخوتي موصولين بالباب اللي وراك للأولاد how great وإذا نزلوا لتحت بتشقوا عليهم بتتنقوز عليهم بتتأكدوا معه بزعبره عنا two restaurants عنا التراس اللي بتفتح seasonal عنا البول سناك عنا swimming pools عنا tennis court عنا wedding venues عنا كم شخص بتاخد ماكسيمم عنا two wedding venues عنا واحدة بتساع تقريبا 1300-1400 depending on the stages وكيف منعمل outdoor أو دور أكيد وعنا واحدة تانية تقريباً بتساع بحدود 700-800 كمان أو دور كتير أوقات نقدر نعمل اثنين at the same time عنا جوا المين ريستورانت بيتحول كمان لوينتر فانيوز أو حدا حبيب اندور فانيوز بتساع تقريباً 250 شخص في انجليش بار هون عنده كاشي كتير 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 سبيسيال أنا بعتقد يمكن ما في منه بلبنان انا هيك بتجرأ وبقول انه ما في منه عنده كاشي شوي سبيسيال حلو كوزي مع فاير بليس اتس مور اوف ا وينتر باب بس نحن النزلاء والعالم اللي ساكنين بالمنطقه بيحبوا كثير بقى مقصود لانه منه مثل غيره بتحكي عن الاوتيل بضوي وجهك مثل واحد عم بيحكي عن ابنه الصغير وعم بخنجه مش معقول مين قال لك انا قلت بقول لهم ذس از ماي بيبي عن جد ات از ا بيبي لكن الاوتيل بالأخص هيدا النوع من الشغل if you are not passionate you cannot succeed لأنه بياخد كتير طاقة منك وإذا ما بتعشقه ما فيك تعطيه عرفت كيف؟ هو كريم كتير بس أنت بدك تعطيه كتير so إيه أنا كتير بحب الهوسبيتاليتي أنا درستها قلت 1300-200-500 أرقام كبيرة قادر المطبخ يلبيهم وأي نوع كوزين قادر المطبخ يلبيهم طول عمرنا بيلبيون نحن مشهورين أصلاً بالعرس الكبيرة مطبخنا كله بيرجع للشيف بصراحة باسمه شيف وهو عن جد شيف أوركستر إيه نحن قادرين نحن the maximum capacity عملينا بعتقد هون 1300-800 يمكن هالقد on the same night yes we can كتير أوقات بيكون في عنا عرسين مش هالقد كبار وعرس جوا كمان مقدر نلبي الكويزين is oriental منفوت شرقي لأنه logistics تبعنا بتسمح لنا أكتر شرقي هلأ مش معناته أنه مطبخنا بس شرقي لأنه نحن التراس كمان بتعطي سيرفيس شرقي وبتعطي سيرفيس غربي اللي هو occidental اللي هو الانترناشنال كويزين العالم تعرفها فيه
بندوق؟ اكيد حندوق حندوق. انت بالبقاع ما فيك ما تدوق. مش بس رح ننام بأوتيل، رح نتغدى ورح ناكل أكل طيب. يا شكله كتير طيب، مبلش صح. ايه مبلش صح. وصلنا على الأوتيل وفتحين على الغدا وفتحين على العشاء وفتحين على الترويقة. فيكم تقعدوا بالأيسي، تقعدوا جوا بهالأجواء كتير حلوة مثلنا لأنه ما كتير نحن والشوب، أو فيكم تقعدوا برا حد البول تشوفوا مناظر حلوة وتنبسطوا بالأوتدور. عندهم حمص بلا توم، عندهم أكل بعقد. مش بس هيك، قبل ما بلش دول خليني أخبركم أنه كريم حلو، برزنتيشن حلوة، إن كان لبناني مع هيك مودرن تويست، سلادات حلوين، المكونات حلوين، النعناع كيف محطوطة، كل شغلة، البيتروت. عندنا وين بدنا نبلش؟ بنبلش بالكبة مثل العادة، تعودنا كبة حمص وهيك بنقلع. نكست سمبوسك، مع حمص مع باذنجان أو مع لبنة إذا فيك. أنت بتقدر حمص ولا مرتجين بتصير نقطع من هون، مش متطلع بس بالقرمة، بنحط إشارة وبنفوت. يلا كبة، خبز مقلي، لبن، لا هي قصة كبيرة وعليها كاجو كمان. ريكومندد. هاي قصة كبيرة. ميرسي للكيك، عيد مين اليوم؟ هابي بيرثداي. وقتها ما وصلت صفيت السيارة وركضوا علي، أخذت لي شي 15 سيلفي بس على الوقفة على الريق. وبعدين حني هون مبسوطين كتير، مبسوطين، ضحكتهم حلوة وبحبوا شو بنعمل. بدي أقول لكم ميرسي، ثانك يو سو ماتش. مش عقلكم عرفون عليكم وأسميكم كلكم سوا، بس أنه عن جد بتعقدوا. ميرسي. قد عمركم؟ 13. واو. هابي بيرثداي أجين. ميرسي. أند إنجوي يور تايم. يلا كريم. يلا وراك. ولا اشتقوا لك صار زي ما شافوك. كريم خلص جامعته، بيقولوا له مبروك. وانا سافرت ورجعت، رجعنا مع كريم. حنرجع واكثر. حلو، اشتقت لك. وانا كمان. يلا كريم تعال نروح نشوف مارك شو محضرنا. يلا ليتس جو. مارك اول وقفه ها وين بدنا نبلش؟ بالزراعه. لافوند. لافوند. والحلو بس مش بس نتعرف على لافوند، نتعرف على لما اللي هي باك جراوند ما له علاقه بالزراعه، وشوف قد ايه هيك الازمه غيرت عند العالم. هاي، معكم لما من لافاندا. Basically, بلشت هالبروجكت صار لي سنتين. It's a beautiful project. It started with me after COVID. كنت بكندا عند ولادي، علقنا، صرنا نعمل road trips، صرنا نزور field lavender. It was so beautiful. عملت some research. قررت إنه it's not a very hard thing to do. رجعت على بيروت وبلشت الأزمة والحالة تعبانة. مع الحالة الاقتصادية تعبانة شو بنعمل؟ نرجع للبيسكس.
واحدة منهم هي الزراعة. So we have a family land هون بالبقاع مشتورة. I decided to do something about it. It's breathtaking. So lavender, في over 50 different kind of lavenders. أنا حملت الأغوستوفوليا اللي هي الأسنس تبعها أو الشريحة, لأن this was my purpose. عملت 2 lot of land. هيدي lot of land هي 4000 متر, وهونيك already تقطفوا كلهم, ومفروض هاليومين هيدول كلهم يخلصوا. حفرجيكم شغلة بالوردة. مبدئيا they have to be harvest قبل ما يفتحوا كلهم. هيدي صار خلص, it's done, ready to be harvest. This lot of land for some reason منهم كتير طوال, عم بستعملهم كلهم لأعمل منهم dry buds essential oil. ودائما منقطفهم أما على بكرة لأنه بتكون جوسي الوردة, أما على العصر كمان, يعني على المغرب مش عصر سوري, على السانسات بيعطوا أويل أكتر. And هلأ بعدين منوصل على الدستيلري فرجيكم كيف بتصير. لافوند, عبالي بلش بهيك كلمتين, انا بلش اسمهم لافوندو. حسيتك بدك تقولها بلا الار, ما اسمهم لافوندر, اسمهم لافندر او لافوند. ما قدرت كنت عايز اقولها. مارك خبرني شوي, نحن قاعدين بهذا السهل شو بنتعلم منه؟ حلو, زهور, بامبل بيز, نحل, بس هل بتوفي؟ هلا بتوفي اذا كنا ذكايا وعرفنا كيف نستغل هذا الارض. يعني تقول لك اللافوند بتزرعها, اول شيء بدك تعمله هو انك مطرح ما عم تشتري يكون مصدر موثوق وعارف. يعني رح لك غلطه كثير صغيره, نحن هون منا باللافندر فارم, نحن هون بلافوندان. كيف نعرفها؟ سو نحن هون اذا بتطلع عندك هيدا الزهره, اذا الزهره طالعه تحتها في زهرتين صغار, اتس نوت ترو لافندر. يعني هيدا منا اوغستيفوليا, منا فيرا, منا اوفيسيناليس, هول الغاليين. بس مش غلط ايه, طبعا يفهموا انه الكاب. لا بالعكس, بس مثلا هاي ما بتنزرع للاسنشال اويل فينا. أوكي. بس لافوند اسنشال اويل مضبوطه صارت 3-4 مرات اكثر. انسان اصل هي عمل لها زهور اكثر لتعطي اويل اكثر, بس اقل كميات, اقل سعر اذا بدك, اكثر كميات. هي اول شغله. فبلبنان ما تروحوا عند مشتل تقولوا له بدي لافوند, هو ما بيعرف. فكنت جيبه مصدر موثوق سيرتيفايد قبل ما تزرعه هذا الشيء. سو هيدي اول غلطه بتنعمل, اول شغله. yes. اذا عندي انا 10000, من الاخر عندي 10000 متر ارض. yes. بزرعهم تفاح, بندوره, خس, خيار, لافوند. ما منقارن بوتيتو وتوميتو بالزراعه, ما فيك تعمل هذا الشغله. ليش؟ لانه اللي بدك تزرعهم التفاح وهول غير برسبكتيف. هون اذا انت ما بدك تعطى الهم كل سنه بدي ازرع بندوره, برجع خس, برجع غير, برجع غير, بتزرع لافوند على 10 سنين طمن راسك. هذا يعني اتس تشويس بتاعك. تبعهم كل سنه او لا؟ بتقص كل سنه. بتقص بس الشتله بتبقى مثل الزعتر زيت شيء, بتقارنهم لبعضهم اذا بدك. اوكي؟ لافوند او زعتر؟ كمان حسب انت لمين بدك تبيع, على مين بدك تبيع, الماركت اللي بقرر. اوكي؟ انا بقول عاده اللافوند اذا انت مقرر عندك ماركت, لافوند بتنباع اهين من الزعتر. ايها بدها مي اكثر؟ اثنيناتهم فيهم يعيشوا بلا مي. يعني انت تقدر تزرع لافوند, الحلو فيها انه فيك تزرعها بدك فوق ال 400 متر بلبنان, والبقعة كتير منيح بدها سقع اللافوند. واذا عندك مي اكيد تعطي اكتر, بس لافوند والزعتر فيهم يعيشوا بلا مي. هيدا شغلة كمان كتير مهمة. هلا اللافوند منا كتير متطلبة بالفرتلايزرز والاورجانيك ماترز, يو كان ايزلي دو اورجانيك لافندر, هيدا كمان منيحة. هلا انت وزكاك كيف بتحط نحل, يعني كيف مثلا بتعمل باكجينج, بتبيع زهور, بتعمل صابون, هيدا كله بطلع مصار. الناس مخشوشه بانه يلا بعمل اسنشال اويل اوف لافوند. اذا انت ما عندك المحل اللي بتبيع للكاستمر ما بتجيب سعر. يعني تعطيك مثل ب 1000 متر تزرعهم لافوند, 1000 متر يمكن اذا انت بطل تعمل لتر, السوق السعر العالمي تبع هاللتر من بعد ما تقطره $80 فيكون. يعني انا واحد بيجي لعندي بيقول لي بده يبيعني لتر لافوند عندي بالشركه ب $400, بقول لهم انا بجيبها من هنغاريا ب 80. سو بدهم يعرفوا اللي ببيعها بالاخر هو اللي عنده الريتيل, هو اللي بيطلع المصاري بالاسنشال اويل. مشان هيك بدك تكون ذكي. حبيت مش اسالك اذا بيتاكلوا, لانه ايه ولا ما بيتاكلوا, بس بينزادوا على الاكل, عايزينه كرمال الكيك, عايزينه كرمال ليمونيد, عايزينه كرمال كتير اشياء. ما بعتقد واحد راح يعيش منها اذا فكر انه راح يعملوا للاكل.
صح، بس في شافيه كمان بيطلبوا ولا هي ولا هديك نوع اللافاندي اللي بده يتاكل، انك تجيب لافاندي لانجوستيفوليا فرايتي الاكل كمان، مشان هيك ما نكون دايقين، مشان هيك يمكن ما بتحبوا انه ما تاكلون تكون مش المزبوطه. طيب حقق حلمك طالما نحن بسهل لافاند وركود تصورك، وانت حقق حلمك وروح على هيدا مرجح تنصورك. Smells so good. Heaven. Smells so good. Smells like heaven. هلا شي نقال. ريحة مش معقول، كأنكم فتحتوا أنية بارفان، برفيوم وهيك طلعت على الراس. هلا أنا ماني عايز شي تيضحكنا أكثر تيبسطنا أكثر، الحمد لله، بس حاسس هيك فلوتينج، كأنه حدا علينا على الأرض وعبالي طير فوقهم. اللافاند بتريح، مش هيك بحطوه على مخديه بالليل، مش هيك بتحطوه اسنشال اويل بتولعوا تحت مي وبتطلع هيك دخنه صغيره بقلب البيت. لافاند شغله كثير كبيره عن جد، شغله كثير مهمه، وبالمعتقد دائما كنا نقول لافاند اوروبا، ساعات بتشوفوا لافاند بتخيلوا نحله طايره فوقهم باوروبا، بس انا عندنا لافاند بلبنان من هون شربينه ميتنا، ففينا ندعم هالصناعه اكثر واكثر. اللافندر طريقتهم ناخذ كل بوش لحالها نحملها هيك كانه كيف عم بضبط شعراتي، كلهم فوتهم كلهم لجوا، وعندي الكتريكال منشار عم بيطلع للبوكي. وحده من الاشياء اللي فيكم تعملوها انتو ولادكن مش هالسنه، ابتداء من السنه الجايه اون ويكندز لافندا فارمز ال بي رح تصير تفتح، تتجوا تقطفوا تشموا ترتاحوا تنبسطوا، ويمكن عندها بلانز تانيين، كافيه ليمونيد اند سو اون. هالارض كتير كبيره حلوه كتير، نتعلم منها كتير، هيدي اول وقفه بكل برمتنا. بس ستوب، بعدنا بالسهل، من هون قطفنا شو بنعمل فيهم؟ هون منطقة الدراي باز، بعد ما نقطفهم بنربطهم بننشرهم بنعلقهم دائما in the shades for about 2 weeks. هلا مناخ شتورة 2 weeks، كل منطقة different مشان الهيوميديتي. بعدين وقتها ينشفوا the process is بناخذ، بيكونوا هن بعدهم مربوطين بالمغيط، ناخذها بنصير نخبطها بينزل الباز. شفتوا كيف بصير؟ بعد الدراي بتصير easy. And then منحطهم هوني، بعد ما نحطهم هوني بدنا نغربلهم بهيدا الغربل حتى ينضفوا، نعملهم غربول بيصيروا هوني بصير باص، بضل بدها شوي تنظيف كمان، بس انه basically بصير 90% ready. After that نوزن كل كيلو لحاله، منحطهم هون on the scale and then they're sold by kilos. هيدول اللي على الارض الفلاورز نعملهم لما نقطرهم، اجمالا ننقي اللافندر اللي ما كثير كبرت الصغار لانه ما بيأثر على جمالهم، وقتا نقطرهم بنجرب نشيل اكثر من ما فينا من تيج، بس بنحط الورود ليطلع لنا اكثر اسنشال اويل. ديستيلري ماشين، هاي ديستيلري بتساع 30 كيلو لافندر، بنعبيها من هون لهون لافندر ومن هون لهون مي، بتمشي بتغلي المي بتصير مثل فابور، بيطلعوا المي هون بيمرق هون تشوب مي بارده، بيطلع من هون بيطلع لبرا ببردهم بينزل لهون، وهيدا اسمه اويل سيبريتر. يو كان سي هون في بين يلو اند وايت، هيدا ووتر اوف لافندر هيدا اويل اوف لافندر، الاويل بينزل من هون والووتر بينزل من هالحنفيه. تقريبا كل 30 كيلو بيعطي 200 ملي، بس كمان بتاثر انت نقطفت الورده اذا الورده جوسي اكثر ولا لا، سو هدول النمبرز نوت فيري اكوريت بس ذس از ا رف باتش. هيدي السكرابينج لوفا، سو بقلبها لوفا الناتشرال لوفا، بتنحط بالصابونه
بتتعلق بالشاور حتى ما تصير تدوب. When you do it, it scrubs. It's really nice and it smells amazing. Feels refreshing. Lemonade. سكر كتير خفيف. بتحسه بالحامض. بس منه قاسي وما بيحرق الزعيم. And then the lavender بتبلش من منخار. بتريح بعد أكثر ما كنا عم نرتاح هونيك. بتحسك عبالي تقعدوا تحت الهوايات تحت الشجرة. بالبقاع بيفرق الطقس بين الشمس بالفي يمكن feels like 15 درجة أقل. مش معقول. Lavender and lemonade. Perfect combination. اهلا وسهلا فيك. انا مبسوط فيك. يعني مارك هالقهوة عم تحمس دغري تحميس. يس. وصلنا على اي منطقة؟ شو اسمها المنطقة؟ المدينة الصناعية. زحل المدينة الصناعية. زحل المدينة الصناعية. من اللافاند والروايح اللي علتنا على الارض هلا على روايح القهوة اللي رح تعطينا طاقة. وصلنا على بني الاهرام. يعني التقينا اخيرا. واخيرا. قد ايش صار لك طاقة بالشرف؟ مش اقل من سنتين الثالث. صدقا. ميرسي على استقبالكم، عم حبيتكم على ضحكتكم. وصلنا عندكم بني الاهرام. القصة كيف بلشت؟ انتم مين؟ نحن بلشت قصة من سنة ال 84. كنا ايام مرحوم الوالد فاتح على طريق الشام. كان هنيك الايام كله كان حط سوريا وحط اساسي. ومن هونيك بلشنا. كان عنا بيع مفرق، كله كان سوق مفرق، ما كان عنا توزيع. واستمرينا شي 15 سنة. مرقت الظروف شي 10-12 سنة، بعدها سكرنا. رجعنا انطلقنا بال 2017. جددنا من أول وجديد. انتقلنا من هونيك من تعنايل، جينا على المدينة الصناعية إنه كمنطقة صناعية يكون عنا شركة صناعية يكون مميزة. وهان سوقنا كله توزيع، نحن بنوزع بالبقاع كله. بعد هالغيبة نحن رجعنا بلشنا بكياس ألمنيوم جديدة غير كليا عن الماضي. والحمد لله نحن عندنا شركة صناعية بالبقاع الوحيدين، وعندنا كذا برودكت مميزين فيهم. قهوتنا بتيجي من البرازيل، كولومبيا وإثيوبيا، وعندنا سون اوف سانتوس، وعندنا الخلطات المميزة فيها هي كولومبيا مع برازيلي، وعنا العادي، وعنا مع الهيل. بس مميزين نحن بالكولومبيا مع برازيلي خلطة جديدة نزلناها على السوق، نحن بنقول حصان بني الأهرام الألف، فكتير طيبة والعالم حبتها وبالمعارض. وثاني شيء كرمال البرودكت عنا النوعية، أهم شيء نوعية. كيف طعمة القهوة؟ هو الشغف. كيف بده يعمل واحد القهوة؟ الحب. هتطلع قهوة طيبة. واللبناني شو بده؟ فنجان قهوة عند الصبح ليروق مع بني الأهرام. مارك، قبل ما نفوت بطيبة مش طيبة وكل هالتفاصيل، خلينا نحكي عن القهوة. كيف واحد بينقي؟ شو الفرق بين ارابيكا روبوستا؟ هول الكلمات يمكن شوي صعبين علينا. نحن بنعرف قهوة لونها غامق محمصة. طيب يخرج كشجر، أول شيء بيفرق كثير هن من وين. الارابيكا جاي أكثر إذا بدك من أثيوبيا، وبعدين انتشرت مثلا مناطق العربية. روبوستا جاي من أمريكا اللاتينية. هلا بعدين في فرق كثير كبير هو الكافيين ليفل يلي بيفرق كثير بيناتهم. بعدين عندك دافيون اروماتيك، هذا عم نحكي كشجره. هلا اثنيناتهم بيقدروا يتاقلموا ويعيشوا سقعه ومش سقعه، هيدي كمان قصه ثانيه. فهن شجر مختلفين. هي ذات الشجره بتزرعها بهالبلد او بهالبلد من هالمنطقه لهالمنطقه بتعطيك قهوه كثير او بن كثير مختلف، لانه اللي بنحكي فيه بالعنب التروار وهيك بيطبق كثير عليهم. هيدي فواكه؟ هيدي البذره تبع الفواكه، هي بسموها انسوريز. لو منا كرزه بس بتكون مثل كرزه،
بتكون خضراء بتصير جون بتصير حمراء؟ هيدا سؤال كثير مهم سألتني لأتذكر. حسب أي متى قطفتها كمان بيأثر، إذا قطفتها هي وخضراء، إذا قطفتها هي وصفراء أوراز أو حمراء بيفرق كثير. اليوم كل بلد عنده قهوة تبعه، حسب قديش شربانة مي، حسب شو المناخ تبعه. هل نحن بلبنان فينا نزرع اللي بنسميه هون شو؟ قهوة أو بن؟ شجرة البن بتعطي القهوة لما يصير روست يعني إذا بدك. هلا أنا أمي إنه لازم نروح نعملها زيارة، زارع بن من 20-30 سنة وبتقطفها وعادي وبتعملنا بن فيهم، بس تقعد تشتغل كل السنة لتعملنا اثنين اسبريسو أو طنجرة يعني. فإيه بيزبط بلبنان بس إيكونوميك ما لا. هلا نقدر نحطها براسنا ونقصي النوع للبنان ايه، بس بعد هلا ايكونوميك ما معنا. شفتك عم تاكلهم قبل شوي بتاكلوا روستد هيك صعبه، بس عارف انه هلا اخر ترند للصحه ببيعوها بالفرماشيات سوا جرين كوفي، اتس فيري امبورتنت، فيها كثير انتي اوكسيدنت، بياخذوها ل 100,000 حبريه، بس وين بقى الروستد بياخذهم حتى كمان بياخذوهم بتاكل حبه لطعمه تتم الكريهه، هيدا شغله كثير معروفه. القهوه حسب حسب شو عم نعمل فيها بيتغير طريقه الروستنج تبعها وكميه الروستنج تبعها، يعني اذا عم نشتغل على اسبريسو في طريقه في حتى البينز بيختلفوا، حتى البينز بيختلفوا، بس في طريقه او ليفل للتحميص معين، ان كان للعربيه او للقهوه العربيه او اللبنانيه كمان في روستنج معين. وكل نوعيه قهوه اذا كان عم نعملهم دريبينج كوفي يعني بنحط فوقها او عم نخلطها مثل القهوه تبعنا، احنا القهوه تبعنا بنشرب القهوه لانه بتكون بقلبها، او اسبريسو تحت الضغط ومية السخنه، كل وحده منهم لها فرق. بالاخر هي زيت القهوه، فيها تكون عربيكا فيها تكون روبوستا، بس هي زيتها. وبيبلش التحميص من اخضر لحديد ما تروح تصير تغمق 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 وتسود بالاخر. على هالاساس من هون لهون تفرق القهوه. وبعدين الاهم اللي فينا نحكي فيه قديش بتنطحن، بتنطحن خشن ناعم، وكل ما الناعم توصل بتصير القهوه تبعنا، كل ما اخشن شوي بتكون فور دريبينج كوفي يعني بنحطها فوق ومي سخنه فوق. بس هيك بقول لك معلومتين كثير هوايه. اول وحده اذا بدهم يعرفوا كل هول فين يحضروا حلقه عملناها قبل على زوم، مزبوط هيك ترجع تتذكر انه عملنا حلقه عنهم كلهم، هيدا الشغله المهمه نعرفها. نرجع نقول انه كوفي ارابيكا بلش من اثيوبيا، راح على اليمن وانتشر وين ما كان، بمطرح كثير مهم اسمه موكا، يلي هلا لما بتقول انت موكا وموكاتشينو جاي من هيدا البور من اليمن يلي هالقد مهم. ونقول ليش العرب بيزيدوا دائما كردمه معه والهيل، لانه بخفف من حده الكافيين تبعه. نحن وين؟ نحن عند أهرام اللي بلشوا من كتير زمان وهلأ رجعوا مايكرو، فينا نسميها مايكرو، بقولوا بروري مايكرو روستري. بعد ما حمصنا القهوة اجت مرحلة الطحن، نطحنها على المطاحن هون لتاني يوم، نعبيهم بصناديق الستانلس لتبرد، ما فينا نعبيهم بكاس لحتى لتاني يوم لحتى للفاكو لحتى ما ينفس او يعطي شيء. هاي مراحل القهوة لتبرد. من شتورة عزحلي على مدينة الصناعية بتاع نايل، وهلا رح نسوق all the way up لوين؟ على ترشيش. من بعد ما تغدينا عملنا تشيك ان بالاوتيل، تعرفنا على اشخاص عزيمين، رحنا على السهل اللافاند، كفينا على البن، هلا صار وقت نرجع على التاريخ على التراث على التقاليد اللبنانية ونفرجيكم المون اللبنانية. من زحلي عترشيش على راس الجبل مشوار سريع طقس حلو تقريبا 25 دقيقة.
عزمة ضيعة. ما أنا بعرف إن المدام محمسة من وقتها ما تعرفت عليها. ما تخاف من الناس، أوكي؟ أكيد يا. ما تعدلها. صح. إذا بدك شيء أطلقي. يا. جبنة بلدية، بيض، خبز، نقيش، هاي شو؟ أورما. هون لبن، بعطيك كثير أشياء. بتروش عنا بال هلا بالفرن. طيب الفن من شوي قلنا لهم فينا نأجل لبكره كانوا اختلونا. عن جد. ما خوفتنا معك. لا مش هيك. مشوار من وادي على التلي وبرنامج اللي بيفيد ويسلي والام تي في هلطاله الاقمار بصوره وصوت بيارقه علي جيتوا لعنا هلت الانوار تصوروا الانتاج والغلي انتوا اهل ترشيش مش زوار اهلا فيكن يا حلا الطلي فيكن اعتزينا وفرفحوا الديار تضووا على الخير تهجروا القلي شكرا لإلكن يا أبات كبار شاشة الام تي في لزارتنا يضلوا شموخة شموخ أرزتنا وتبقى الصدارة دوم محتلي زقفوني بعد فيه واحد اثنين وطلت أحبة على الجبال تعمشقوا لا عن صورة تسلقوا وتعملقوا أكبر تحية الام تي في بالذات وروادها يلي بضيعتنا التقوا أنطوني البسمي وأبو الهمات حلم الأهالي والضياع محققه بيفتح النفس على الأكل والطيبات صاحب مذاق سبحان الله الخالقه ومارك يعطي المكرمة وحسن الصفات والكل موقع بالجهود يوسقه وإلي العالم الحامي المعطيات بعلمه مجد تراثنا منتنشقه والمخرج المبدع اللي عنده ميزات اللي بيحضروا برامجه بيتعلقوا بالصوت والصورة إلو لقطات بتسحر بتبهر لا حلاها تشوقوا شكرا من ترشيش لأعظم نواة مصورين وعاملين ومنجين والكل موقع عم تعلوا بيارقوا أهلا وسهلا فيكم جورجيت حنا حضرتكم بترشيش وأهلا وسهلا فيكم نحن جمعية سيدات ترشيش تأسست بال 2007 وبعدين تعرفنا على الفاو وكان بدهم رائدات يعني يعملوا شغل مع رائدات الريف قلنا 3 سنين عم نتدرب معهم وهلأ عنا بالضيعة كاستنا وجوز حبينا نعمل منتجات بالكستنا وجوز منى صدقة من ترشيش كمان بنرحب فيكم أهلا وسهلا فيكم بعد دراستنا مع رائدات الريف أكتر شيء نحنا منتوجاتنا بالجوز والكستنا لأنه موجودة بترشيش الأشياء بكميات كبيرة عملنا منها ليكور الجوز مربى الجوز وعندنا ليكور الكستنا مربى الكستنا مربى الكستنا عملنا مارون غلاسي عملنا بيوري الكستنا ليكور الكستنا كريمة الكستنا وفي عنا منتوجات أكتر في إشياء بالكرز كمان عاملين مربى الكرز عاملين ليكور الكرز صوص الكرز كمان مالح في صوص الكرز بدون بصل وثوم عم نشجع على من زراعة جديدة الموجودة إجمالا برا وحقها غالي كتير فبقى كمان حابين نضوي عليها عاملين كيك الكستنا بدون طحين كستنا وجوز وشوكولا في عنا كمان مربى التفاح مع الجوز بطريقة يعني طريقتنا نحنا
مش الطريقة العادية. نحن بالأول كنا مشهورين بزراعة التفاح، وبالسنين الأخيرة صار التفاح شغله بدون عازي، لأن صار منتج يعني من طالع أحلى تفاح، بس ما في إفادة منه مادية للمزارع. لنشتغل على الزراعات البديلة فكرنا بالجوز وبالكستنة. هلأ يعني كل شيء جديد عم نزرع، بطلنا نزرع تفاح، عم نزرع الجوز والكستنة. من هيك صارت في كمية الجوز والكستنة عندنا هي الأكبر. جين على المونة وعلى العرق وزجل وطبول وفتوش و... شو بتحب تشرب، عرق أو ويسكي ولا شو بدك؟ عرق. يلا لبناني محض كله ما فيه ولا مصل ولا كله. اوه روعة. فتوشاتك كل خضرة من هون؟ كله. لا البندورة بعد ما صار عندنا مصر رأس. اي ما يعني ما بدنا شو بتحطي معها؟ سماق بس هودي صوص سماق، دبس الرمان، زيت وحامض وملح وبهار. رائع. والتبوله تبلناها، هلا حطينا لها زيت وحامض وبهار وملح والبرح هول غسلتها قبل اكيد ما تزرع صح. رائع. ما بدها شيء؟ اف شو طيبة. صحتين. رح توقفوا تعملوا تبولي مع بصل بحياتكم. طيبة. واو. نص نص ولا مش تلت بتلتين؟ واو. لوبيا بدرية، بزر لوبيا، ملح، حامض، زيت، and افشو طيبة، افشو طيبة، نزال معي، رائع. عن جد رائع. قطم شوية مع لبنة. أول ما نازي كمان مش حيالك. قلت له أبل. هاي مع نعمة. ديني يمين مع ستين. إيه. The best. لبنة المعزي الحامضة حامضة حامضة. رائعة. 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 مثل أكل ضيعة ما فيه. مثل أكل البلدي ما فيه. مثل جامعة الضيعة ما فيه. بتحضر أخبار وأخبار بخبركم عن لبنان. يحو لبنان يحو. لودي تبولي روعة 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 روعة. الحمودة روعة 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 روعة. طعمة الخضرة روعة. يعني مش ضايق الجبل، مش ضايق شيء. اللي مش حاسس جبل لبنان مش حاسس شيء. كله عقصوله، كله عقصوله. هيدي ريحة الزعتر، ريحة الزعتر اللي ما بتشمها بالفرن. هيدي هي ريحة العجين البيتية، ريحة الزعتر العظيم. ريحة الزعتر مش المخشوش، اللي زعتر زعتر بلدي إن كان اللبنة. مش معقول شو هالعجينة. شو إيه في جنون؟ مش معقول مش معقول عجينتكم شو طيبة. مش معقول. صحتين. مخمرة على القد على القد على القد بلا ما تنفخ كتير. أشي صغيرة من تحت كتير طرية. سفنجي بس بلا ما تعلق. انا يعني هيك عم ريفت انت تخبرون يعني إيه؟ لما قلت له ما نطلع هلا على ترشيش ونضيع نص ساعه وكذا كان هذا. فعدنا نصلي انا وكريم بالسياره بليز يطلع منيح ويحب الاكل. ما فيك تحكي مارمطاني استجاب كيسك.
تشيرز. ثانك يو مانتانوس. والله القعده عندكم عم تشبع منها، انا بقعد هون لبكره بس عازم مرت على العشاء الليله فلازم ارجع. تفضلوا روح صور شو يعني الجلة، تكون سقعت القوارمة. المزارعين من زمان كانوا يزرعوا بطاطا بجبال العالي وما في حطب فوق، بدهم يشوا بطاطا بالنهار، كانوا يبرموا على زبل البقر يكون مناشف، يجمعون يشعلون ليصيروا قريبين من الرماد ويفتحون ويحطوا فيهم البطاطا، تطلع البطاطا بتدوب دوبان يعني على على رماد ونتفت الجمر. هيدي أكلة قديمة، كان كل مزارع بطاطا يوم اللي عم بيقلع بطاطا يعملها. أوه ماي جاد، واو 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 واو، والله العظيم جاي أنا أشوف شوية مونة وخلصت. أنا قلت مونة بنفتح كم مرضبين بنكلهم بنمشي، اجتمعوا كلهم سوا الضيعة. شو هالأجواء الحلوة، شو هالتهذيب، شو هالاحترام، شو هالضحكة، شو هالطاقة، شو هالإيجابية، شو هالأكل الطيب. مش كأنه تغديت من شوي، مش كأنه أكل اليوم، أكلت بهالشهية اللي مش عم بعرف وقف. هلأ أخدوني على جنب تفرجون الزريعة ورجع على الأكل. هون مساكب البقدونس على دايرة زارعين الخس. هلأ من أبع الخس بيبقى البقدونس. هلأ بالجود شفنا الفريز، هون بالمساكب زارعين البقدونس، على دير البقدونس زارعين الخس. الخس بيطلع قبل البقدونس، بنشيل الخس بيبقى البقدونس بالأرض. ورح نشوف نحن وياك عدة مزروعات بهالبقعة الصغيرة اللي هي قدام البيت. ما فيكم تتخيلوا ريحة الطبيعة، ريحة الطبيعة، ريحة الخس، ريحة البقدونس، ريحة القمح، ما فيكم تتخيلوا. هون بتعرفوا في كتير ولاد، نحن بنقولها مزح بس في كتير ولاد بتفكر انه اليوم الخضرة هي بتنشرب السوبر ماركت. شو قصدي؟ في ولاد ما بتعرف انه الخضرة بتطلع بالطبيعة، في ولاد ما لنا شامة هالريحة اللي عم شمها هلا وعم حسها، في ولاد ما بتعرف ريحة البندورة، ما بتعرف ريحة الخس، البقدونس، ريحة الأرض، ما بتعرف انه القمح ببلش هيك وبده شغل كتير ترجع يطلع منه هالقد. بفكر انه كله بالسوبر ماركت والخضرة هي على رفوف شوية بندورة وشوية خيار، هي ريحتها بتصير مخصة وما لها علاقة بقديش الأرض بتعطي. ما فيكن تعرفوا شو هالريحة بتحرك المشاعر. هذا كريم كراميل بحليب المعزي وبيض بلدي. هذا عسل شغل ترشيش. اوكي. شوك شنداب. شوك عادي. أوكي. وكمان في من ينزل على الاحراش وبيطلع على جبال النحل. بتشطوا بتصيفوا العسل النحلات؟ اكيد بالشتاء بننزل على بيروت مزرعة يشو، وبالصيفية بنصيف في ترشيش. هيدا عسل جبلي هيدا. عم بتشوفوا التفاصيل؟ عم بتشوفوا كيف عم بتبق عسل من فوق؟ إذا ملاحظ العسل من الخشبي للخشبي. طعمي غير شكل. ناقصها تحكي. بتدوب. أنا عم دوب مثل الشمعة. شي رائع. ما حسيت بحلاوة أبداً. عسل طبيعي. سلس، خفيف. إجمالاً بحلقات بتفادى أحكي أنا حاطة عسل بيتم لأنه بيحرز نعيم. عم بحكي؟ هيدا عسل شوك شنديب. عسل شوك شنديب ما بيعمل الحرقة ولا بيعمل، ما بيأثر على الزلعين يعني، بس عسل طبيعي 100%. والشمعة بتنظف سنين بتعرف؟ حتى الشمعة فيك تاكلها كلها سوا كمان لأنه طبيعية 100%، مش إنه تركيب وكذا. قريشة. قريشة. معزة. معزة. كمان. هيك من العسلات. ذهب. عسلاتكم عظيمين. 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 قريشة وعسل. تقليد قديم وطني. مهم كتير. ما لازم يموت. هيدا الدسير. صار وقت حدا يطلع فيه يقول لي كلك في لقمة مطبوخ يعني، عرفت كيف؟ بترك شيء لغيرك. مش عم بقدر اوقف. رقم التليفون اذا حدا بده العسلات 03 531 2 59. ليكور جوز.
اي علو هون ترشيش؟ هون نحن على 1007 اكثر يمكن، يعني بالشتاء متر ثلج متر شوي، ما في غير هذا بدفي. مزبوط. بس بدها تقطي كثير. يلا تكمل ريحه ساعه بتاكل. ايه مزبوط، ريحتها حلوه. سلسه طيبه بتكون ذوق كل اللي كان ديليشس. قفيتها؟ ايش لا طيب كثير سلسه، ما بتحسوا بيبي ما بتحس بالحرقه تبع الكول بالاخر، ودغري بتحسك شيء دفى لك جسمك. ايش رائع، جود جوب. ليكور الكاستانا انا عن جد رح فل، لانه رح تبلش اذا بدي ادوق من كل شيء. قلت لكم لازم مرتي على العشاء. بنسمع كاستانا، بنسمع شاتان، بنسمع مارون. في عنا شجر كتير كبار بمدن من المدن العالم، وعنا منهم بصوفر بس ممنوع يتاكل ومسممه بكفية. شو الفرق بين هاي وهاي وشو اللي عم ناكله اليوم؟ اللي بتتاكل المضبوطة هي باللاتيني اسمها كاستانيا ساتيفا او بالفرنساوي شاتاني. بار ديفو المارون ما بيتاكلوا. المارون هي سوري على الاسم مش انا اخترعته، لشجره اسمها اياسكولوس ايبوكاستانوم يلي هي مارون يداند يلي هي سامه. هي بالاساس يعني بالاساس يعني صار بيقولوا مارون غلاسي وبس مش المارون. هلا شو صار؟ بما انه بفرنسا الشتان بيقلبوا على الارض وهن اكل الفقراء، النوبل بفرنسا ما كان بدهم يقولوا انه نحن بناكل ذات الشيء، سو قرروا يسموا بالشتاني الاصليه الكاستانيا اللي هي عندها فواكه كبير ما في زياح من جوا بسموه مارون، بيعملوا منها مارون غلاسي، بس هي بالاساس شتان. استنى كريم بعد في اكل. يلا انا هربان. لا شاف صغير هلا هودي شو عنا هون؟ كاستانا كاستانا بلا طحين بلا طحين كثير طيب. كاستانا وجوز وشوكولا احساسه مثل براوني. هول جوز بس بدنا نحكي طالما عم نحكي مع الكاستانا، مربى الكاستانا مع التفاح، مربى الكاستانا شقف وكريمه الكاستانا. اوه هيدا هودي علي عرفت عليهم بهي. نعم انا في هي ما بتعرف قديش بحبها. رح نجيب ملعقه ناكل بعد شوي حسبت شو بقول المثل، طالما انحسبت عليك ايه في شيء مش حلو كله فنجر قول بحلى عينيك. يلا كريم كريم الكاستانا. واو 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 اف شو هالطعمة رائعة، تربح جايزة جنون. هاي شقف وهي هيدي مع تفاح. مش معقول مثل ال خو مثل مارون غلاسي. لا مارون غلاسي مثل هول مع النفس اللبناني مع طعم لبنانية مع احساس المربى اللي احنا معودين عليه. منا قاسية، ما فيها سكر، ما فيها سكر glazed sugar، كله natural. عن جد برافو. وين خبين انتو؟ وين كيف كراسي ما شفناكم؟ شوف هيدي مين ما دقى ما بيعرف شو هي. دوق على شو حضرتك اذا رح تعرف. هلا بعد الدواق بعد الدواق بدي اشوف. انا بدي ادوق هاي بس احكي عنها تخبر الناس انه مش كثير مش كل العالم بتعرف تعمل مربى جوز. هيدا جوز بينقطف صغير قبل ما يعمل قشره تبعه وبينعمل منه مربى. طعمته رائعه، احساسه روعه، التكستشر تبعه عظيمه. توب. وهي ثلاث انا بقول لك شو تفاحه. لا بس لازم تذوقها هيدي ضروري ذوقها. هذا ما حب جوز تفاحه. بعقده رح فل لانه رح يصير معي سكري. رح ذوقك بعد في شغله بعد في هون تعش. نحن بترشيش عندنا لوكال بتعاونيه ترشيش ومنتوجاتنا موجودة باللوكال. اللي بيريد يشتري من منتوجاتنا في يتصل على الرقم 03-518-562. منتوجاتنا اسمها جانا ترشيش. كل شيء من هون من ترشيش منجيبه، التفاح، الجوز، الكرز البري، التوت البري، الكاستانا، التفاح،
كل شيء موجود عنا، وأهلا وسهلا فيكم. كريم كراميل بالمعزة خفيف، وقفته حلوة، منه دلع. صار لي كتير زمان ما أكل شيء هالقد طيب، ما بعرف شو صار معي. Oh my god. Oh my goodness. Probably the best caramel I've ever had. The best of the best. Thank you. You're the best. قسمنا الشغل على قد مارك، راح يعمل زراعة، راح على السهل، راح يصور محل ما هو بينبسط، وانا فايت محل ما انا بنبسط، شايف ناطرني تنحضر العشاء مع بعضنا، هو هونيك انا هون بهتم له بعشي وبطعمي شي طيب، وهو بيصور شي حلو تنتسقف ونتعلم فول باكج. سو نحن هلا تركنا زميلنا انطوني بشتورا بارك هوتيل، وأنتوني هونيك هلا عم بصور مع الشيف. بالوقت نحن جينا لهون، جينا تنشوف روبنسون أجري، لنفسركن قدامهم كل الخبريت الزراعة. هي أكيد تراب، بس كمان هي شتلة مزبوطة. سو بروبنسون أجري بيشتغلوا على شتلاتهم، بأصلون بيعملوا شتلات خصوصا لهالمنطقة. جايين نحن أول شيء، أنا يوسف أبو نكد، أجريكلتشر إنجينير بمهندس زراعي بروبنسون أجري. نحن هون بنتعاطى كل شيء زراعات بالبقاع الأوسط، خاصة الزراعات الجديدة، ويعتبر نحن كروبنسون أجري رقم واحد بالزراعة بالبقاع، خاصة بالبروكولي، تيل، ترافس، ترات، ترامب، كل هالتشكيلة الحلوة موجودة عندنا. فأنا بدعي لكل واحد إذا بده يزرع ببيته ما يزرع الا من منتجاتنا، ما يزرع الا من البرودكت المرتب، انه كله اذا بدكم عنده فوائد كثير عاليه، وانا بنصح الكل بهذا المجال. اسمي فادي جفان، شيف مطبخ اللي 35 سنه بطبخ. انا بلشت بالاوتيل من اكثر من 30 سنه اشتغلت، وانتقلت على مستشفى خوري لما فتحت مستشفى خوري سنة 1994 93 بلشت شغل، يعني لي 30 سنة بالمستشفى، وهلأ هاي أول سنة أنا برجع الأوتيل. أنا بحب أكل الشرقي كثير، وإحساسي من طفولتي أنا بحب أشتغل بالأكل، بعطي من كل قلبي لأني بحب هاي الشغلة، واللي ما بيحبها ما بيقدر يعطيها بإحساس، وده بيقدر يطلع من أمره شيء يعني. هذه البروكولي هي عمرها 4 أشهر، مزرعها بكل أفواج السنة، كل السيزن، وتستعمل بكل الطبخات بالبيت، فكتير كتير كتير فريش متل ما شايف، وعندها كتير فوائد صحية، عمرها 4 أشهر ومقاومة للأمراض. الكيل هو يعتبر زيرو كالوري، فمثل ما شايفين بنزرعه عمره بحدود 65 يوم، وهيدا يستعمل بكل السلاد وطعمته كتير طيبة. الايسبرغ بتمتاز منطقتي خاصة تربول بالأرض الخصبة، مثل ما شايفين الأرض الايسبرغ الموجودة هون بتجي سوبر جرين، بتجي جوسي كمان، عمره 55 يوم مثل ما شايفين كومبارت، وهيدي فريش. اسمها خاموندين ركز وان لك قدي. شو بتختص هذا مثلا الاموندين؟ شو فرق بينه وبين غيره كالولو روسو؟ الاموندين اول شيء تعتبر هي دارك كولر، دارك ريد كولر،
فيعتبر لونها كتير غامق، وخاصة اللي عندنا بروبنسون أدري، وكل العالم بتطلبها غامقة وبتستعمل مثل السلادات، وخاصة السلاد الجديد. برجع أذكركم نحن معنا سيارة نال بالوحل، وإن شاء الله ما تعدى الحلقة، وأنتوني هلأ بنفس الوقت عم يطبخ مع الشيف هونيك. رح نعمل أنا وياك فتة كبدة، وهي شغلة كتير مميزة ورح تحبها كتير أكيد. مكوناتها اللي هي فتة كبة مألفة من خبز نقلة، كبة صوص روج وصوص بيضة مع طحينة وعوشة كاجو، وهي كوزينة بسيطة يعني. لازم نحكي عن هالفرن، شفته الصبح ودبت. هالفرن اللي ما بقى في منه من زمان، فونت هيك، هول اللي شايفينهم هن زيت الهواء، زيت المراوح، زيت التوربين اللي بحطوهم بافران الكبيره تبع المازوت، على المازوت داير كل النهار. هذا الصوت اللي عم تسمعوه الرجه اللي كثير قويه، وين بعد في هيك؟ هول شفتهم بفرساي نحن عم نبرم، هيدا الحديد الفونت اللي كله صخر، بتكبوا الطنجره عليه ما بتساله، كبر الطنجره قد ما كان بتلقط. هون عنا فرن ريحه عم تطلع منه روعة، جريل كرمال يقدر يطعم أكثر من 1200 شخص على في أعراس، ولا نيالك عم تطبخ بكشي. طبعا بهارات من 5 سنين طلع بالي أطبخ، ما كان في حدا بالبيت جاعك إنه بدي أكل، قمت جبت طحينة فتحت الخزانة طحينة وشوفي، وجبت تبروير حطيتهم فيها وحطيتها على النار وولعت تحتها للتبروير. هذي صار معي من يومتها بلش المشوار. خال عنب أحمر، بس نحن شو عم نعمل؟ عم نفرجيه لأنتوني ولألكن وللشيف كل الأكل اللي هن بيطبخوه بيش من الأرض، صار عم نفرجيهم لوين؟ Back to the roots. كون شغلة مهضومة عم تصير ترندي كتير، تشاينيز كابتش كمان مزروعة، شلنا واحدة تكرم. هاي التشاينيز كابتش هي لشركة البيو الهولندية. أيوة أكيدة. واو منتجاتنا هون ب هيك تربول اكسترا. خلينا نخبرهم شيء، خبر اللي عم يحضرونا عشان كثير مهم. نقول انه نحن عم نشوف شتل جريد اي، يعني بيعقد اكيد. هيدا ليش هيك؟ لانه شركه روبنسون بتجيب بذور منيحه، تربه منيحه خلطه وبتعمل شتل، ونحن عندنا افانتاج نعمل هيدا الشتل نجيبه هون ونزرعه، لانه بيطلع عندنا كاليتي كثير مهمه. في كثير ناس شو بيعملوا؟ بجيبوا بذر مش منيح، شتل مش منيح، بعدين بيقولوا بني الدوله. ما في هيك، بدنا نجيب بذر مزبوط، بدنا نشتغل مزبوط، بدنا نشتغل مع بروفيشنالز. هن كمان بيعملوا ريسيرش. شو يعني بيعملوا ريسيرش؟ يعني جربوا بهالمنطقه اي بذره اوروبيه او لبنانيه بتطلع منيح وكيف ظابطه وباصلوها. هيدا شغله كثير مهمه. مزبوط تشركه روبنسون قري، نحن اول شيء بنطلع المنطقه شو بلاقيها بذره. يعني نحن عندنا كثير امراض، فبنشوف نعمل انسبكشن، منطلع على كل شاتلي، منراقبها، منعيش معها طول السيزن لنعرفها اذا بتمشي معنا بطول السيزن او لا. وهون نحن صرنا نجحنا، يعتبر هون رقم واحد بالبقاع، وان شاء الله نقدم للمجتمع وللمزرعين على طول على طول افضل افضل المنتجات. صح
هون نحن عنا خضرة ورقية من خس لبروكولي لكيل. هالعائلة كلها عادة انتو ايمتى بتزرعوا بالبقاع وايمتى بنقطف تقريبا؟ نحن ككيل والبروكولي والكابج كل هالانواع البذور طبعا تنزرع all season، يعني تنزرع كل السنة من حتى بالوينتر وصولا وصولا للأوتوم. بالخيام ولا هون؟ جرين هاوس واوت دور. او الشتا وما شتا وسقعه ما بهمها. ما بهمها ابدا. اكيد. حلو. هي معلومة حلوة نحضرها. بنروح بنفرجيهم الخيام؟ اكيد ليتس جو. يلا. عمير بخاطير من تربول، مزارع من يوم ما خلقنا، يعني من 20-30 سنة كمان بعد ما تركنا العلم. ونزلنا بهالزراعة وهذه شغلة أهلنا. شو بتزرع؟ نزرع بروكولي، آيسبرغ، كرافس، كيل، لاتيه، لولو، شمندر أحمر، بصل، بطاطا، بندورة عمانية، خيم، من جميعه. عندي خضرة يعني هالأصناف هاي عندي شيء 100 درهم أنا. والله اسم الله. إيه عندي 100 درهم بطاطا وفي بصل وفي بندورة عمانية، في فليفلي، عندي 70 خيمة خيار وبندورة. أنا عندي جلوبال جاب. حلو تعمل لهم هيدا شهادة كتير مهمة. يعني جلوبال جاب على كل الأصناف والشركة يعني عم تزرع مظبوط، يعني فيك تبيع غالي. هذه عم تسألني من شوي المزارع أو كيف بيستفيد، وفي العالم عم تلاقي كتير بدك يعرف المزارع شو عم يزرع. عنا في مشاكل بالبذور، إذا ما كانت بذرة منيحة ما بتعطي إنتاج. أنا عندي خيام كتير، في نص خيام إنتاج والخيمة بتعمل 6 خيام، هذه الخيمة بتعمل 15 شرحة، هذيك بتعمل 6 شراحي. السبب شو؟ السبب بالبذرة. هذه البذرة من بذرة روبنسون أجري، هاي بذرة اسمها فريد، بنصح كل مزارع يزرع منه لأنه بينضار كتير كتير كتير. هاي بتعطيه إنتاج دوبل، إنتاج دوبل بصير فيه يستفيد. نحن هاني على اليمين عم نشوف دين هاوس أبليفتينج، عملني هي خيمة تانل عملني لها أبليفتينج. مثل ما شفنا الفرق بالجنب من خيمة جنب الواقف والخيمة التانل العادية، هنا أن المزارع رح نعوضك على سيستام جديد. سيستام هو نفس المساحة بس بتجي خيمة جنب واقف 332 متر، لأنه عرضة 8 أمتار طول 9 طول 41.5، فيها بتساع 12 خط. الخيمة التانل الستاندر كل العالم معود عليها بتساع 10 خطوط، هيك بتكون زدنا الانتاج، زدنا التهوئة، وبذات الوقت أخذنا انتاجية بتعقد. فبيسألوا هيدا طبعا مزارع شابو، أوقات هي فيها تصير سلة، عرفت كيف؟ وما في شيء أقوى من أنك تشيلها من هون. مش هون، مش هونيك بس يطلعوا بعيد. من كتير زمان قلقت هاي تبع أنتوني. هلا أنتم ما بس عم تعرفوا شو عم بعمل، بس بيمشي أنتوني هيك وبيخبرنا شو شاف. أنا حلمي عملها من كتير زمان، بدي لكم أنه هلا أنا هون عم بمشي بالخضرة، قطع قدامنا خلاط. الخلاط اللي شفتوه ورا كمان هو شيء كتير أساسي لهالزراعة تكون هالقد مهمة. في فلترز، في سكورة بتبعتوا الفرتيلايزرز بدكم إياها، شغلة كتير 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 مهمة. ليكم على منظر، شوفوا هون. اول شيء هذه تكنولوجيا جديده بلبنان، بعدها جديده. نحن عملنا، جينا حطينا التوميتو طعمناها على وايلد توميتو، فشفنا دوبلنا انتاج الشتله الوحده عم تعطينا شتلتين. هاي التكنولوجيا اللي نحن عم نبحث عليها، احجام شتل حلو، طعم اكيد بتعقد. هلا يدوقه انطوني اكيد، رح نبعث له معنا ايشونتيون صغيره. أندريس عادي،
بنزرع من حوالي الأكثر من 15 سنة، وفاتين جديد على الزراعة المحمية صار لي سنتين ثلاثة يعني. وماشي الحال الحمد لله كله تمام. أنا بدي أشكرك عن جد، ثانك يو. هلا برجع بذكر إنه أنتوني هلا عم يطبخ، ونحن هلا عم نجيب له خضرة بتعقد. شو السر اللي عم نحكي عنه؟ بذور منيحة منعرف مصدرها، مش بذرة بتجي ما بتفرخ ومدري شو. شغلة تانية اللي حكينا عنه كتير منيح اللي هو التطعيم. التطعيم هو أنه أنا بجيب الطعم تحت بيكون مقاوم لأمراض التربة، بيكون منيح لهالمنطقة، ومن فوق تعطي كتير شكلها حلو، المستهلك بده إياها، طعمتها طيبة، وهذا الأساس. الزراعة هي كمان تكنولوجيا، وبذات الوقت نحن بفرض مساحة محددة عم ننتج بعدد شاتل عطول محدد، عم ننتج كمية أعلى وإنتاج أعلى، ونحن عطول منشدد أنه المزارع يتبع الأساليب الجديدة لأنه بيتطور وبيوصل لإنتاج أحلى وأحلى، ويعطيكم العافية. قبل ما نروح عند أنتوني تقول للمزارعين أنه نحن صحيح أكيد المزارع بيفهم بيعرف كتير منيح، بس يشتغل مع شركات زراعية بتعمل ريسيرش تعبان عليهم. هلأ شفنا هيك مثل كتير صغير بين خيمة وخيمة، طب ما شركة زراعية بتعمل هذه الزراعات بتعمل الدراسات كمان أنتوا تستفيدوا، اسمعوا منهم. بدنا نضلنا نوقف مع أهلي كانوا يعمل هيك وجدي كانوا يعمل هيك، بدنا نحط شوية تكنولوجيا، واحفظوا هالكلمة الجاب. الجاب كتير مهمة، كل ما المزارع يجرب يعملها اللي هي الجود أجريكلتشر براكتسز وياخدوا شهادات فيها، كل ما بنتطور بالزراعة. نروح عند أنتوني. شو عامل؟ لك شو عامل؟ أوتيل سانك إتوال خمس نجوم؟ أنه ما ناكل، بدنا ناكل أكل صحي، فرحنا قطفنا لك. شوف شوف أيوه. وهون أيه. دو أنت بتحب الخيارات، خادو فينكم من أدوره؟ فيك كله. كيف كانت الجولة؟ سلمت على زميلي أنتوني ثلاث مرات وعملت هاي. أنا ناطرك مع مدام خوري، قلت لك عزمين النسوين اليوم على العشاء. نيل صارت هون، كريستيان صارت هون، هتميت لك فيهم وصار وقت العشاء. جربت أعمل هاي ما زبطت، هاي ما بتزبط، هيك ما بتزبط إلا معي بدها صحة. دوق يا خيارك. بدها فن، بدها تعنية، بدها مرم تانيوس. زبزبت وشت، أنا ما زبطت معي كل النهار. بعدها بيا مين مزارع اصلي ما بنزل العضل. انا ما بدي شعرك القميص. هاي مش الحال. والاهتمام نحن عندنا حرام ما في خضرة بالأوتيل، فجاب لك خيار وبندورة وكل شيء طازة. واو هو من خيارات السهل. جعلك التياب. لح لح لح. حياتي حياتي أنا كتير مبسوط أنك جيت تتعشي معي، مرسي يعني عن جد هالشي كتير حلو، وأنا كل النهار عد بلا أكل ناطر اتعشى معك. كم مرة تغديت؟ كم مرة تغديت؟ هو اللي جاب لك اياهم مارك. خيار غير شكل وبندوره وخس فريش 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 من ارض لبنان. مهمة فكرة البستو، سوبر مهمة فكرة البستو.
خبزة مزبوط very nice. ليرينج حلو. ونحن بناكل كلوب ساندويتش هون مانجو. خلص عندك اجى هلا شيء هونيك تشتغل فيه. انا بقول مخيي على زيت الصحن. Actually good food. تعرفنا على الشيف، شفنا المطبخ، شفنا الفرن اللي عنده اياه القديم يلي بعتقد كل حدا بحب المطبخ بيتمنى يكون عنده هيك شيء ببيته. انا مش شايف منه honestly الا مره بيشبهه بس اقدم منه بكثير بفرساي. مارك بيجي بذكرنا بالموضوع. وبالاخر الاكل فيه نفس، اللحمه طريه، الخبزه طيبه، الفرايز فريش، الباستا صوص تبعها طيبه. مش بس بيعملوا اكل لبنان على الغدا مزبوط، بس اكل العشاء كمان طيب. And we're enjoying it. بيضت غشي مع مرت، تخيل مثلا سايقة من بيروت وتوصل زمطنا. لا وبعد شيء؟ بعد؟ بعد شيء؟ رحمة؟ لونة للصوص بصير حلو. برجر منك مجبور تدوق كل شيء. انت باكل خبزة إيطالية؟ بس انت منك مجبور تدوق كل شيء. انا قلت بوفر عليك عشا بكره. very 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 good. wow impressed. honestly impressed. خبزة شو هاد؟ مبارك. خويت. رح ناخد بريك لأنه كريم مش أكل شي كل النهار. ونلتقى فيكن بالأوضة.